معنا مع الأخوة في وزارة الشباب الأخ العزيز سيد طالب وبين لنا هذا الموضوع، ووصلنا إلى اتفاق أنه تبدأ الصيانة بتاريخ 5/8/11. إذن إحنا من 25/10/8/11 تقريبا ثلاث جولات تقام على ملعب الشعب. حلو. بعد هذا التاريخ يعني للفرق اللي ملعبها ملعب الشعب لها الحق في اختيار أي ملعب تجده شنو يناسبها خلال هذه الفترة، فترة الصيانة. نعم. وهذا من تختار ملعب، التراخيص مشمولة ما مشمولة؟ بغداد ما بها ملاعب كثيرة. نعم احنا يعني باتصالنا مع لجنة التراخيص، لان تدري اكو مرات يعني يصير تداخل بعمل اللجان. يعني احنا كلجنة مسابقات مع لجنة الحكام مع لجنة التراخيص، الاتحاد الآسيوي اعتمد يعني ترخيص 2019-2020 دوري 2019-2020 وكانت اغلب الاندية في تلك الفترة مرخصة، فالملاعب يعني تقريبا اغلبها بهذه الفتره مرخصه. زين، كل هذا الجمال اللي تحدثنا به بالمؤتمر. نعم. كان يفتقر للمواعيد، ماكو مواعيد للجوله الفلانيه الاولى بهذا الموعد الثاني. نعم. هذا ان شاء الله دكتور. ان شاء الله موجوده، راح خلال 3 أيام أو 4 كنا منتظرين القرعه فقط، الكراس الدوري جاهز يعني منضد ومطبوع فقط. حلو. بانتظار القرعة، ويحتوي الكراس كذلك على أرشيف متكامل للدوري العراقي من تأسس للآن، وكذلك الهدافين والأندية الفازة، يعني فد شيء رائع إن شاء الله يظهر خلال 3 أو 4 أيام، وفيه الملاعب وكذلك المواعيد.